حكايتنا لهذا الأسبوع حكاية أقرب إلى الخيال. شاب يعيش بشهادتي ميلاد. لحقت واحد الوقت وليت حاب نعرف اللي جابتني شكون. قضى حياته في الشارع. أنا مزوج أسماءات مختلفين. هذه هي العفسة اللي ما قدرتش أنا، هذه الحاجة اللي ما قدرتش نفهمها. الأم ديالك قالت برات منك، قالت لك باللي أنت ماشي وليدي. إيه. الله أكبر. غياب الأم هو الشيء اللي زاد أثر عليه. دخلت انتايا في واحد النافة تاع المخدرات وغرق تاع الجريمة. غرق. كل هذا وداك راح تشوفوه في حلقة يوم الأربعاء. كونوا في الموعد.